مسيكم بالخير جميعا. سيادة المطران خريستوفوروس عبد الله رئيس أساقفة عمان وسائر رعاياها، الضيوف الكرام، أهالي جفنة الأحباء، نرحب بكم بمقر رابطة أهالي جفنة التي يعتبر سيادة المطران أيقونتها منذ نشأ وترعرع وشرب من مياه العين فيها في وسط البلدة. سيادته ليس غريباً على الرابطة، فقد كانت لقاءاته عديدة مع أهالي البلدة، أولها في عام 1993 لما إجا هون جديد على البلد، وكان لقاؤه هاي الصور بتشوفوها لما كان حديث العهد شباب فكرنا هلا حديث العهد هاي مع أبو سند كان رئيس الرابطة هون في شهر 12 1993. وهنا لابد أن نذكر نبذة عن حياة سيدنا حتى الكل يعرف تاريخه ونضالاته في داخل السلك الكهنوتي. فقد ولد في عام 1970 ودرس الابتدائية في مدارس الفرنس بالقدس، ثم التحق مباشرة إلى مدرسة صهيون الكليريكية التابعة لبطريركية الروم المقدسية التي تخرج منها بتفوق في عام 1989. خلال دراسته سيما سيادته راهباً في عام 1988 بالقدس، ومن ثم شماساً في نفس السنة. بعد هيك التحق بالجامعة الأردنية، هون لما انتقل إلى الأردن التحق بالجامعة الأردنية في عام 89 ودرس وتخرج بدرجة البكالوريوس بعلم الاجتماع في عام 96. في الأردن ابتدأ عام 91 يخدم في عدة مواقع في مدينة عمان حتى عام 97 حيث عين الرئيس الروحي لمدينة جرش. من سنة 2000 حتى 2004 عين نائبا لبطرانية فيلادلفيا وسائر الأردن، ومن 2004 حتى 2013 عين وكيلا بطريركيا لشمال الأردن. من 2005 حتى 2009 عين نائبا لرئيس المحكمة الكنائسية. وكانت جملته المعتادة: لا حياة روحية بدون وجود أديرة، هذا هو شعاره كان دائما وأبدا. لذلك كان دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين الذي وضع حجر أساسه عام 1999، وابتدأ مسيرته الرهبانية في عام 2002. ما بدنا نطول عليكم، اللي قام فيه سيادته لا يمكن اختزاله في بعض الكلمات، عشان هيك بدنا نترك الكلمة لسيادته حتى يجول ويصول معنا، وأي سؤال وأي استفسار بدكم إياه بعد ما ينتهي إن شاء الله راح نفسح المجال لأي استفسار وأي سؤال لكم. وأهلا وسهلا سيادة، تفضل. أنا كتير سعيد إنه اليوم معكم في الرابطة حتى نتكلم عن موضوع روحي، اللي هو زي ما كمان كان المقترح صح جبرة، إنه يكون عن القيامة والصوم، القيامة والصوم. وحقيقة هيك كنت حابب نبلش الليلة كلامنا من القيامة. نحن كلنا بنحتفل بعيد القيامة، ولكن اليوم خلينا نروح على بعض زوايا شو هي القيامة وإيش مفهومنا للقيامة نحن كمسيحيين اللي منعيش حياتنا الروحية بداخل جسد الكنيسة. بالطبع القيامة هي حدث اللي بتجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، لبس طبيعتنا البشرية اللي خلقنا على صورته، تجسد أصبح إنسان مثلنا حتى نحن نصير إله بالنعمة، نتأله بالنعمة. افتدانا بدمه على الصليب، مات من أجلنا على الصليب، دفن وقام من بين الأموات. حدث بالتاريخ
صلب على عهد بيلاطس البندي زي ما بنحكي في دستور إيماننا، وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الإله الآب، وسيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. فبالتالي القيامة هي حدث تاريخي من جهة، إنه صار في فترة زمنية معينة، كونه الإله تجسد، يعني الله دخل في التاريخ من خلال تجسده، الإله الأزلي الذي قبل الدهور، وهون بنتكلم عن أزلية الإله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. فبالتالي القيامة هي حدث اللي الرب والمخلص يسوع المسيح بموته داس على الموت وغلب الموت. عشان هيك منحكي نحن في عيد القيامة منحتفل في الغلبة على الموت، الانتصار على الموت، لأنه المسيح قام من بين الأموات. وعشان هيك كتير مهم إنه يكون في مفهومنا إنه نحن لما بنتكلم عن الإيمان المسيحي، نحن ما بنتكلم على طائفة ولا على دين. المسيحية بالمفهوم اللاهوتي مش ديانة، ولا المسيحية الأرثوذكسية هي طائفة، ولكن المسيحية هو الإيمان المعلن بالرب والمخلص يسوع المسيح. الله تكلم في التاريخ، ويوحنا البشير واضح، لا يستطيع أحد أن يتكلم عن الذي في السماء إلا الذي نزل من السماء، الرب والمخلص يسوع المسيح. فمعناته نحن أمام إعلان إلهي في المسيحية، وهذا الإعلان الإلهي هو إعلان عن الحقيقة. الله أعلن عن الحق، وعشان هيك حكى أنا القيامة، النور، الحق، الحياة، الطريق، يسوع المسيح. فبالتالي القيامة هي انتصار على الموت. الموت من وين أجانا؟ أجانا بسبب الخطية. ربنا لما خلق الإنسان ما خلقه حتى يموت، ولكن خلقه حتى يعيش حياة أبدية مع الله، يعني يكون له شركة مع الله في الفردوس. ولكن الخطية أدخلت على الإنسان المرض، دخل الفساد، دخل الموت. فهي هي دخيلة على الإنسان وعلى الطبيعة، طبيعة الإنسان. الإنسان خلق لكي يكون خالد أبدي، ما خلق حتى يموت، ولكن الخطية هي أدخلت الموت. فبدخول الخطية دخل المرض، دخل الفساد، دخل الموت. وربنا سمح بالموت زي ما بنحكي في أحد أفاشين الكنيسة، في أحد صلوات الكنيسة، رأفة ومحبة بالإنسان، لأنه تصوروا الإنسان اللي دخلت عليه الخطية، يعني دخل عليه الفساد، دخل عليه المرض، دخل عليه الوجع، كيف رح يكون حياته لو يعيش بهاي الأمراض والضيقات والأحزان كلها والأمراض للأبد؟ رح يكون تعيس. عشان هيك ربنا من محبة سمح بالموت إنه يدخل حتى الإنسان يوصل لمرحلة اللي فيها يوصل لأنه يتخلص كباب للتخلص من أثار الخطية. دخل الموت كراحة للإنسان، كمحبة
من الله للإنسان. وعشان هيك في الكنيسة شو بيحكي الإنجيل؟ من آمن بي وإن مات فسيحيا. معناته ما في موت ولكن في حياة. إمتى هاي الحياة دخلت بمفهومها الكامل؟ بموت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات. هون المسيح بقيامته من بين الأموات لغى، داس على الموت، لغى مملكة الموت، حرر الإنسان. عشان هيك آدم فرح بقيامة المسيح. آدم القديس إبيفانيوس بيحكي لما استقبل المسيح، لما نزل المسيح للجحيم، نفسه نزلت للجحيم وجسده كان في القبر، لما استقبل الجحيم نفس الإله المتجسد، نفس الرب والمخلص يسوع المسيح، آدم حكى لكل النفوس الموجودة في الجحيم، حكى لها أجا الوقت حتى نحن نتحرر من قيود الجحيم، من قيود الموت. عشان هيك بيحكي الإنجيل بقيامة المسيح قامت أجساد القديسين وظهرت بالمدينة المقدسة. فبالتالي آدم اللي سمع خطى الإله الغير المتجسد وقتها، الإله الكلمة غير المتجسد اللي سمع خطواته في الفردوس، مش بيحكي لنا سفر التكوين، آدم سمع خطوات يسوع، خدم خطوات الله. وهون أباء الكنيسة بيفكروا الله ما كان متجسد، والإله ما إله جسد، ما إله إجرين، كيف إله خطوات؟ ولكن هون كانت ظهورات لمين؟ للإله الكلمة، للكلمة غير المتجسد، اللي كان هاي كلها إشارات عن التجسد من العهد القديم. هلأ هذا التجسد اللي تم، هاد هو اللي شو بعطينا؟ هاد اللي خلى إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بقيامته من بين الأموات إنه يحرر الإنسان. عشان هيك آدم زي ما حكيت كان يسمع هاي الخطوات، سمعها بالعهد القديم، سمعها في سفر التكوين، سمعها ببداية الخليقة، سمعها كمان في نفس يسوع وهي نازلة للجحيم، ما كانت غريبة عليه. فعشان هيك رأسا ومنشوف إيكونة القيامة في كنيستنا الأرثوذكسية هو إنه المسيح ماسك بإيدين آدم وحواء وبنهدهم من بين الأموات، بيقيمهم من بين الأموات. هلأ هذا الشيء، هذا الحدث، حدث القيامة بالنسبة إلنا نحن شو أعطانا؟ أعطانا إنه نغلب الموت. عشان هيك نحن وإن آمن بي فإن مات فسيحيا. فبالتالي نحن عبرنا، أصبح الموت بالنسبة إلنا هو عبور، باسخة، قيامة، فرح. الباسخة إيش هي؟ الفصح، هو العبور من حالة العبودية إلى الحرية، من الموت للحياة. عشان هيك حكى الإنجيل الحق أقول لكم إنه قد انتقل من الموت إلى الحياة. فمعناته هي حبور للحياة. مين فتح حلقة؟ زي ما بحكي الرسول بولس، بقورة الراقدين، بكر من بين الأموات. مين هو؟ يسوع المسيح، بكورة الراقدين. هلأ فبالتالي المسيح بقيامته هو اللي أدخلنا، أصبحنا نحن بالنسبة إلنا الموت هو انتقال للحياة. وعشان هيك هاي الخبرة نحن وين منذوقها؟ منتذوقها في القداس الإلهي. في القداس الإلهي نحن منأخذ خبرة ملكوتية، خبرة فردوسية عن الحياة الأبدية. المسيح بقيامته أعطانا إنه نحن نعيش أبديا معه، يعني أعطانا الخلود. عشان هيك الموت راح، دخل الخلود للإنسان، شربنا من هاي المي، مي الخلود اللي هي لما منتناول جسد ودم
الرب والمخلص يسوع المسيح. هلأ القيامة إيش كمان أعطتنا؟ أعطتنا إنه منقدر نغلب الخطية، الخطية اللي هي سبب السقوط. عشان هيك نحن بالقيامة شو بيصير فينا؟ نحن عندنا قوة، نور القيامة بعطينا هاي القوة إنه نحن نقدر نتغلب على الخطية. أصبحت الخطية مش هي مسيطرة علينا، مش نحن قيود أرقاء عبيد تحت الخطية، ولكن اتحررنا من الخطية. فبالتالي أصبح الإنسان إذا بقدر إنه إيش؟ إنه يجاهد جهاده الروحي، أصبح شو؟ أصبح بقدر إنه يتغلب على الخطية. عشان هيك بنحكي نحن تعالوا نصلب مع المسيح، أو تعالوا نذهب إلى المسيح مع المسيح لأورشليم، صاعدين معه لأورشليم، ندخل معه لأورشليم، ذاهبين إلى ألامه الشخصية، إلى ألامه الخلاصية، أن نصلب معه لكي نقوم معه. فمعناته شو هون؟ وهاد بنبلشه في يوم الختن، ها إن الرب قد صعد إلى أورشليم، تعالوا نحن نصعد معه. الكنيسة بتدعو المؤمنين تعالوا نصعد مع المسيح، تعالوا نروح مع القدس مع المسيح، ما نترك المسيح رايح لحاله للقدس. عشان هيك نحن بنحتفل فيه بأحد الشعانين الصبح اللي هو دخول المسيح للقدس. الكنيسة بالختن بالمساء شو بتحكولنا؟ تعالوا نروح، نحن نروح مع المسيح للقدس، ونروح للألام، نروح معه على الألام، وتعالوا نصلب معه ونموت معه لكي نقوم معه. فمعناته شو هون الكنيسة بتدخلنا؟ بتحكيلنا إنه حدث القيامة مش هو فقط حدث تاريخي اللي صار قبل 2000 سنة، ولكن هو حدث اللي أنت وأنتي مدعوة وأنا وكلنا مدعوين إنه نعيشه مع المسيح، ونصلب مع المسيح، ونقوم مع المسيح. فبالتالي بالنسبة لنا هاي الأحداث هي أحداث نحن منساهم فيها شخصيا. كيف؟ الكنيسة برضو بتحكي لنا إياه، مين بتبعن في لاهوت الكنيسة من خلال تروباريات الكنيسة في الأسبوع العظيم بقدر يشوف كل هاي الأمور اللي نحن بنحكي فيها الليلة. وهذا مهم نحكيه حتى نقدر نشوف قديش أهمية الصوم بالنسبة إلنا، حتى يشوف، لأنه نحن مدعوين إنه نعيش أحداث رهيبة. مش سهل أنت أو أنا أو أنت نقدر نعيش هيك أحداث رهيبة بدون ما نتحضر لها روحيا. فبالتالي شو بتحكينا الكنيسة؟ تعالوا حتى نحن كمان نموت عن الخطية، وتعالوا نصلب خطايانا على الصليب، وتعالوا نموت الخطية فينا، وتعالوا نموت إنساننا العتيق حتى يكون مين؟ الإنسان الجديد، إنسان القيامة، الإنسان اللي أعطانا إياه يسوع المسيح بقيامته من بين الأموات. وهذا هو إنه نموت مع المسيح ونقوم مع المسيح. أنتم الذين بالمسيح احتمدتم المسيح قد لبستم. أليلويا. أنت بتلبس المسيح، إمتى لبسته؟ بمعموديتك، وبتجاهد في حياتك حتى تخلع الإنسان العتيق وتلبس الجديد. فبالتالي أحداث القيامة، أحداث الصليب، أحداث الألام، نحن مدعوين إنه نحن نعيشها كأشخاص. وهذا كتير مهم أبنائي إنه نحن ندركه. يعني نحن مدعوين في الكنيسة إنه نعيش الأحداث. الأحداث بالنسبة إلنا مش هي أحداث فقط تاريخية اللي تمت بمرحلة معينة من التاريخ. وهون عظمة الكنيسة، وهون عظمة سر الكنيسة، وهون الكثير من الناس ما بيقدروا يدركوا أهمية الكنيسة في حياتنا وسر الكنيسة في الحياة. كون الإله تجسد، فالكنيسة تجسدت. والكنيسة شو هي؟
عشان هيك نحن بنحكي الكنيسة هي أزلية أبدية. كيف أبزدلية؟ كيف الكنيسة موجودة قبل تأسيس الكون؟ كيف موجودة؟ ليش؟ لأنه موجودة من خلال الإله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. خادم نتكلم عن الكنيسة لأنه الله هو الكنيسة، وهي الكنيسة ظهرت على الأرض من خلال إيش؟ بأنه يسوع الأقنوم الثاني إيش؟ لبس طبيعتنا. فالكنيسة الغير منظورة، الكنيسة اللي منذ الأزل قبل الدهور، قبل ما يصير العالم، قبل ما يصير الزمن والمكان والأرض والكون، كانت موجودة لأنه الله موجود أزلي أبدي أزلي. فهي الكنيسة ظهرت بتجسد الإله. بالطبع الكنيسة ظهرت من خلال الله وشعبه، والله وظهوراته في التاريخ من خلال الأنبياء في العهد القديم. ولكن الكنيسة ظهرت بالمفهوم الكامل لإلها بتجسد الإله. عشان هيك بنحكي الكنيسة هي جسد المسيح الممتد عبر التاريخ. وهون بتنبع أهمية الكنيسة، إنك أنت كيف في الكنيسة إيش بتخرج في نفس الوقت، مع إنك في الزمن ولكن بتخرج خارج الزمن. وفي الكنيسة بلتغي الزمن والمكان، يعني في داخل الكنيسة أنت بتخرج عن الزمان والمكان. شوفوا مثلا نحن الأحداث الصليب والقيامة صارت قبل 2000 سنة، نحن منعيشها في الكنيسة. والقيامة العامة والمجيء الثاني والأحداث الأواخرية ما منعرف إمتى رح تصير في النهاية، نحن منعيشها كمان هون. هاي خروجنا عن الزمان والمكان ودخولنا في الكنيسة هي خبرة من خبرات الأواخر، من خبرات ملكوت السماء اللي سيعلن واللي نحن مدعوين إنه نعيشه من هون، من حياتنا هون على الأرض. على الأرض هلأ هاد كله شو بعطينا؟ بخلينا إنه نحن نلتفت لشيء كتير مهم، إلو وين مساهمتك ومساهمتي في الذهاب مع المسيح لأورشليم ولألامه ولصلبه ولقيامته. وبالتالي هاي الأحداث هي أحداث شخصية اللي أنت لازم تساهم وتشارك فيها حتى أنك تقدر تقوم مع المسيح وتحكي إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس. فبالتالي هو حدث اللي أنت بتختبره، اللي أنت بتعيشه. هذا الموت اللي أنت مدعو أنك تعيشه، كيف أنك بدك تموت إنسانك العتيق؟ هذا مش إشي سهل، هذا إشي كتير صعب. لما أنت تكون إنسان غضوب وبدك تخلع الغضب منك ويصير في داخلك السلام، مش إشي سهل، في موت. أنت هون بتتذوق الموت، ولكن في معاناة. ولكن بداخل هذا الموت وفي داخل هاي المعاناة في رجاء، في فرح، في سلام. وهي هي طعم من أطعمة أو مذاق من مذاق القيامة والأبدية والملكوت. فبالتالي انتصارك على الخطية، على شهواتك، على الأشياء المستحوذة عليك اللي هي من الفساد، من الخطية وثمارها، هو أنت بتختبر خبرة القيامة. وهي وين بتعيشها؟ زي ما حكينا في الكنيسة. وهون بتيجي أهمية الصوم. الصوم مش هو فقط الامتناع عن بعض مأكولات، اللي هو رئيسي ومهم، يعني مهم المسيحي لما بده يصوم. نعم بده يسوي طاعة للكنيسة، وهي من أهم القواعد اللي بيعملها المسيحي بطاعته للكنيسة وللصوم. يعني المسيحي اللي بيصوم شو هو بيعمل قبل كل شيء؟ هو بدخل ذاته وبدخل قواه وإرادته تحت طاعة الكنيسة. فبالتالي شو بيصير؟ قلبه وإرادته تتواضع، بيصير عنده تواضع، المسيحي بتواضع. هذا التواضع وهي خبرة التواضع في إدخال إرادتك في وين؟
في طاعة مشيئة الله، مشيئة الكنيسة. وهون كتير مهم، زي ما دايما بحكي لكم وبتحكوا الكنيسة وأباء الكنيسة، إنه ما بنقدر نفصل الكنيسة عن المسيح والمسيح عن الكنيسة. أي فصل بين هدول الاثنين هو خروج عن الكنيسة وعن المسيح. ما بتقدر تتكلم عن المسيح بدون الكنيسة، لأن كيف بدك تتكلم عن المسيح بدون تجسده؟ ما هو تجسد. وعشان هيك الكنيسة منظورة منشوفها، لأنه شفنا المسيح تجسد. فبالتالي الصوم ودخولك وانت بتطيع الكنيسة بالصوم وطاعتك للكنيسة هي اللي بتدخلك في داخل تواضع، قلبك بتضع. مجرد انك انت بتحكي رح أصوم وبتبلش تصوم هي طاعة، هو تواضع، هو محبة لوصايا وتعاليم ربنا. هلأ هذا الصوم هو نظام متكامل، نظام حياة متكامل، مش فقط بالطعام. نحن كتير مرات بس منركز على الطعام والأطعمة. نعم هو مهم وضروري ولازم، وما بيكتمل الصوم بدون هذا الجزء، ولكن الصوم هو كمان أسلوب ونمط حياة، تفكير، حركة في القلب، حياة، كله صوم. مجرد جهادك هو صوم، جهادك هو صوم، انك انت بدك الطريق الضيق بدك تمشي فيه. نعم مرات بتسقط، مرات بتقع، ولكن عندك هذا الرجاء في قلبك انه انا ما بدي اضلني في حالة الساقطة، ما بدي اضلني في الخطية، بدي اقوم، بدي اتوب، بدي أرجع على المسيح. التوبة هي صوم، وعشان هيك ما بنقدر نتكلم عن الصوم بدون توبة في الكنيسة. وعشان هيك بتشوفوا المسيحيين بهاي الفترة شو بيروحوا كلهم، بيروحوا لسر الاعتراف، بيروحوا يعترفوا عند أبائهم الروحيين. ليش بيروحوا؟ لأنهم ما بيقدروا يعيشوا الصوم بدون مفهوم التوبة والاعتراف، إنهم يروحوا يعترفوا عن خطاياهم ويأخذوا نعمة وقوة حتى يقدروا يقاوموا إنسان الفساد وإنسان الخطية والإنسان القديم، ويلبسوا الإنسان الجديد مع المسيح ويقوموا مع المسيح. وعشان هيك الكنيسة قبل الأحداث العظيمة اللي صارت في التاريخ واللي نحن مدعوين إننا نعيشها، مثل الميلاد، مثل القيامة، نحن مدعوين إيش؟ في عنا صيام قبل، هون عنا 48 يوم وفي الميلاد عنا 40 يوم. ليش؟ كلها تحضير حتى تقدر انك تشارك في هاي الاحداث، في هاي الاحداث الخلاصية. وهذا شيء، هاي خبرة كتير عظيمة اللي فيها ايش؟ فيها توبة. فبالتالي شوفوا كيف مربوط كله مع بعضه البعض، الصوم مع التوبة. وما بنقدر انه تصوم وتتوب بدون ما تصلي. وعشان هيك بتشوفوا الكنيسة مش بس بتكثف الصلوات بهاي المرحلة بهاي الفترة، ولكن شو الكنيسة بتدعوك انك من هاي الفترة تدخل بنمط ونهج صلاة لطول ايام حياتك وطول ايام السنة. وهذا مش معناته انه مننا نصلي فقط في فترة الصوم، ولكن لا، كيف بده يصير الصلاة هي جزء منك. وعشان هيك ما بنقدر نتكلم عن الصوم بدون صلاة، ولا عن الصوم بدون توبة. كله مربوط مع بعضه، مع بعضه البعض. ما بتقدر تعيشه إشي منفرد عن إشي، كله مربوط عن بعض، وكله بقوي الآخر. يعني الصلاة بتقويك حتى تصوم، والصلاة بتقويك حتى التوب، والتوبة بتقويك حتى تقدر تستمر تصلي وحتى تقدر تصوم. وهيك بنمشي في هذا التناغم ما بين كل هاي الحياة اللي هي حياة وامتداد لحياة الكنيسة اللي هي حياة المسيح على الأرض. هاد كله نحن مدعوين إننا نعيشه، وبنعيشه في داخل الكنيسة. عشان هيك كتير مهم، وهون بختم، إنه ما نفصل
حياتنا عن حياة الكنيسة، وحياتنا بحياة الكنيسة عن حياة المسيح. ما بتقدر تفصلهم عن بعض البعض. يعني حياتك بالكنيسة هي بالمسيح.